الأسبوع الميت الأسبوع الميت الأسبوع الميت الأسبوع الميت الأسبوع الميت الأسبوع الميت معلمين يقولون لا أحد يغيب عشان الدروس ما تفوته. المعلمين ينصحون أن نجي في آخر الأسابيع من الدراسة ونشارك معهم ونراجع بعض الدروس اللي ما نفهمها. لا يقول اللي مو فاهم شيء يجي ونشرح الدرس ونعيد له. بعضهم يفكر انه يجي ما يستفيد شيء، يعني يجي كذا بس يلعب، ايش استفاد؟ في طلاب ما يهتمون، ما همهم دراسة، عادي ينجح يرسب كلها واحد عنده. يجي واحد زي كذا مهمل في الدراسة ويسوي جروب يقول مدى أخويا البقية غيبوا هذا الأسبوع ما في فائدة، هم يغيبون أنا أحضر. أحيانا يجون الطلاب كاملين، أحيانا يغيب يوم، أحيانا الطلاب يغيبون يومين. أسأل أقول ليش غبتوا زي كذا، قول ما علينا شيء. الأسبوع الأخير أحضر ما غيب، أنا ما غيب أحضر. في مدرسين يعني يخليك تحب المدرسة غصب، يعني مستحيل تروح لدى المدرس، إذا جاء المدرس أصلاً يجيك شعور جيد أن هذا المدرس موجود. المدرس يتعب أكثر، يقعد طول الحصة يشرح ومدريش عشان يوصل المعلومة للطالب، ولو ما وصلها يحس هو أن المدرس نفسه أنه حزن، لأن هذا ولده يتمنى أنه يعني يفهم يعني ويتابع معه في وسط في الحصة. يشجعوني يقول لا تغيب دروسك تروح، والطلاب لأن حضروا الدرس ممكن ما يعلمونك، يحضروني ما أغيب. المفروض إنه يذاكر في البيت في الأسبوع الميت هذا، يحضر المدرسة يذاكر أثناء الليل دروسه، عشان لو كان عنده شيء يعني موقف عنده يروح يذهب للمدرسة يسأل الأستاذ. أحضر عشان الدروس اللي ما يفهمها شيء معلمين يراجعونها لي. المفروض نسميه أسبوع حي. لا حضوري يساعد على التفوق على النجاح. يعني المفروض بدل ما يسميه أسبوع الميت نسميها أسبوع المراجعات والكتب، مراجعات الكتب.